أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج المنصة. تعد الجالية اليمنية ثاني أكبر جالية عربية بعد الجالية اللبنانية من حيث التواجد في الولايات المتحدة الأمريكية، ويقدر عدد اليمنيين في أمريكا بقرابة 300 ألف نسمة. كانت الولايات المتحدة الأمريكية إحدى أهم الوجهات التي يقصدها المغترب اليمني بعد دول الخليج العربي. مؤخرا أصدر الرئيس دونالد ترامب بعد توليه منصب رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية قرار قضى بمنع رعاية 7 دول من الدخول إلى أمريكا، كانت اليمن إحدى هذه الدول. تعرض هذا القرار للطعن 3 مرات منذ صدوره، وكانت آخر مرة قبل يومين على يد حاكم محكمة في هاواي. قرار الطعن الذي جاء بعد دعوى قضائية رفعتها عدد من المنظمات المدنية صاحبته مظاهرات لرعاية الدول التي شملها القرار، وكان اليمنيون في مقدمة المحتجين. عن قرار المنع والطعن فيه سيكون موضوع هذه الحلقة من برنامج المنصة، وسنبدأ باستقبال اتصالاتكم، لكن بعد أن نشاهد التقرير التالي حول الموضوع الذي عده الزميل عمر النهمي. أمام البيت الأبيض في واشنطن تجمع المئات من أبناء جاليات الدول 7 المتضررة من قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكان حضور الجالية اليمنية هو الأكبر. تظاهرة دعا لها ناشطون بعد صدور طعن في قرار ترامب الأخير الذي يقضي بمنع 7 جنسيات من بينها حاملي الجنسية اليمنية من دخول الولايات المتحدة الأمريكية. حتى أولئك الذين استثناهم القرار قبل الأخير والمتمثلون بالأقارب من الدرجة الأولى لحاملي الجنسية. جاء الطعن في قرار ترامب من القاضي دريك واتسون حاكم محكمة في ولاية هاواي قبل سريانه بيوم، والذي كان المفترض أن يتم العمل به في 18 أكتوبر من العام الجاري، بعد أن قامت عدد من المنظمات المدنية في أمريكا برفع دعوى قضائية للمحكمة. توافد المئات من أبناء الجالية اليمنية من مختلف الولايات لتنفيذ وقفة احتجاجية ضد قرار ترامب الذي وصفوه بالعنصري. وبعد ساعة من الوقفة تحرك المتظاهرون في مسيرة مرت أمام فندق ترامب تاور التابع للرئيس الأمريكي، والتظاهر هناك لساعتين، ليتحرك بعد ذلك ممثلو الجالية إلى السفارة اليمنية في واشنطن للالتقاء بالسفير اليمني أحمد عوض بن مبارك ومناقشة دور السفارة في محاولة إلغاء تلك القرارات. مظاهرات مماثلة كانت قد خرجت مطلع فبراير من العام الجاري بعد إصدار ترامب لقرار قضى بمنع رعاية 7 دول من دخول الولايات المتحدة الأمريكية، استثنى القرار أنذاك أقارب حاملي الجنسية الأمريكية من الدرجة الأولى. أكثر من مظاهرة وأكثر من طعن في القرارات خلال عام واحد، فهل تنجح هذه الضغوطات والاحتجاجات في إثناء ترامب عن قراراته تجاه مواطني تلك الدول المتضررة أصلاً من ممارسات إدارته؟ إذن عن الموضوع بإمكانكم التواصل والمشاركة معنا، سواء من خلال الاتصال على الأرقام الظاهرة في الشاشة أو أيضاً من خلال التعليق المباشر على صفحة قناة بلقيس على الفيسبوك. لدينا اتصال مع الأخ زيد ناجي نائب منظمة التجار اليمنيين في الولايات المتحدة الأمريكية. أهلا بك أستاذ زيد. أهلا وسهلا فيك أخي الكريم. بعد هذا القرار الأخير من المحكمة في هاواي، هل انتهت هذه الأزمة أم ربما لها فصول جديدة؟ الأزمة لم تنتهي، لكنها تبدو في فصولها الأخيرة، حيث أن قاضيان أصدر حكم بإيقاف القرار بعد أن أوقفت قرارات سابقة. هذا هو القرار الثالث كما تعرف صديقي، ومما يعني أن القرارات قد رفضت وتوقفت، وهناك الكثير من الهزائم التي نالتها الإدارة فيما يخص. فأنا شخصيا أتوقع أن المعركة في هذا الجانب في فصولها الأخيرة. طيب، الآن بعد قرار هذا الطعن، وزارة الخارجية وجهت ربما القنصليات والسفارة الأمريكية في مختلف دول العالم بتسهيل إجراءات حاملي هذه الجنسيات 7. هل يمكن الاستفادة الآن من هذه الفترة وإنجاز معاملات المواطنين؟ بالتأكيد المعاملات حاليا يفترض أن تعود كما كانت في عهد الإدارة السابقة. كل القرارات التي كانت قد أصدرت لكي تصعب الأمر قد تم استيقافها بشكل أو بآخر، ولكن كما تعلم يبقى الأمر بالافتراض شيء وفي الواقع شيء. لا زالت
الإدارة لديها تعليمات شديدة وقاسية للقنصليات لتطبيقها. وهنا يكمن أهمية مواصلتنا للضغط وفي شتى السبل لكي نجعل القانون لا يطبق نفسه. القانون يطبق بمقدار من يدفع خلفه. رفعت القضايا على هذه الخلفية وسوف ترفع إن لم تستجيب الإدارة للقانون. طيب ما الذي يمكن فعله من قبل مواطني ورعاية الدول السبع؟ الآن سمعنا ليلة صدور قرار الطعن المتحدثة باسم البيت الأبيض قالت أن هذا القرار ربما لن يمر وأن مؤسسة الرئاسة ستستأنف وستطعن في هذا القرار مرة أخرى لإنفاذ مرسوم ترامب. يبدو أن القرار سيصل إلى المحكمة العليا. المحكمة العليا حاولت إلى الآن أن لا تتدخل في هذا المشكلة لأنها حساسة جدا وفيها الكثير من التساؤلات التي على مدار السنين أو العقود وهي تأتي. ما هي صلاحية الرئيس؟ أين تبدأ وأين تنتهي؟ وهذه أشياء شائكة. إن أرادت الإدارة أن تمرر القرار برأيي الشخصي لابد من حكم بالمحكمة العليا لذلك، لأن معظم السلك القضائي كما أثبتت الطعون التي تم قبولها والأحكام التي صدرت ضد القضاء ضد الإدارة يرون أن القرار غير دستوري. شكرا جزيلا لك أستاذ زيد ناجي نائب رئيس منظمة التجار اليمنيين في أمريكا. أيضا لدينا اتصال الأخت فاطمة واصل. أهلا أستاذة فاطمة. أهلا وسهلا بكم وعلى المشاهدين الكرام. أستاذة فاطمة الآن لماذا ما زالت المظاهرات مستمرة بعد صدور القرار؟ تتظاهرون في واشنطن أمام البيت الأبيض، لماذا لم تنتهي الأزمة وما هي التخوفات الآن؟ هي الأزمة لم تنتهي، يعني تم إصدار القرار ثم تم إيقافه من قبل قاضيين في محكمة ولاية هاواي ومحكمة ولاية ماريلاند، لكن هذا لا يعني أنه لن يتم استئناف القرار، لأنه إدارة ترامب بإمكانها استئناف القرار لأنه هذا حق أيضا للإدارة. التظاهرات حتى بعد إصدار إلغاء قرار الحظر هذا لا يعني أن الموضوع توقف، بل أنه الحشود الجبهية تطالب أن يتم إلغاء القرار تماما وأن تتناسى إدارة ترامب إصدار مثل هذه القرارات. هذه القرارات بحكم ما نوهت إليه إدارة ترامب مؤخرا بأنه تم استصدار هذه القرارات لعدد من الدول لها معايير معينة، وهذه المعايير تقول بأنه يجب أن تتأكد أنه بحسب قول إدارة ترامب أن هذه الدول يعني الوافدين أو القادمين من تلك الدول لهم قدرة على الانصهار في المجتمع من عدمه، وهل وقدرتهم على سياسة نشر المعلومة، وهل وما هي المخاطر التي سترتبط بأولئك الأفراد بحكم أنهم أتوا من عدة دول موسومة بالإرهاب. لكن في حقيقة الأمر هذه المعايير المذكورة لا تنطبق على 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 دول أخرى، مما أدى إلى إضعاف القرار وقام قاضي محكمة هاواي بالطعن فيه. طيب ابقي معي على أستاذة فاطمة. أستاذة فاطمة لو تبقي معنا على الخط أشرك فقط بالنقاش سفيرنا في واشنطن دكتور أحمد عوض بن مبارك. أهلا بك دكتور أحمد. يا مرحبا وسهلا، وأشكر لك تجاوبك وتفاعلك معنا في برنامج المنصة اليوم. ما هي آخر التفاصيل والمعلومات بخصوص هذا الموضوع قرار الطعن، وما دوركم في حل هذه المشكلة؟ هل لكم من دور معين وكيف تتابعون ما يحدث؟ أنا الجمهورية اليمنية منذ أن تم إدراج اليمن ضمن قائمة الحظر كانت هناك رسالة رسمية وجهت إلى الإدارة الأمريكية باتجاه أن اليمن هي ضحية للرهاب ولا يمكن أن تكون جزء من هذه القائمة، وسلمنا قائمة تفصيلية من قبل الحكومة الأمريكية فيها جملة من المتطلبات المتعلقة الواجب إيفائها في معظمها ذات طابع أمني وبعضها جانب تشريعي، حتى يعني في عملية المراجعة التي كانت كل 90 يوم يتم إعادة النظر في وضع اليمن في هذه القائمة. في الفترة الماضية تعاوننا مع الحكومة الأمريكية بأجهزتها المختلفة وزودناهم بعدد كبير من هذه المتطلبات. لا زال
هناك عدد آخر يعني نتيجة الظروف اللي تمر فيها البلد، لا سيما انقسام بعض المؤسسات وسيطرة القوى الانقلابية على بعض المؤسسات السيادية ويعني وما ينظر لهم من تهديد، لكن نحن بصدد إن شاء الله استكمال هذه المتطلبات، ولدينا لقاءات دورية يعني مع وزارة الخارجية ومع الجهات المختصة كذلك في الجهة التنفيذية الأخرى. نأمل في القريب العاجل أن تثمر هذه الجهود بالإضافة إلى يعني الجهود الشعبية الذي يعني والضغط الإعلامي الذي يطرح هذه القضية بقوة، وأمس كان في حضور كبير للجالية اليمنية الأمريكية في مختلف الولايات ومع مجموعة كبيرة جدا من المنظمات الحقوقية العاملة في هذا الشأن. طيب دكتور أحمد، تتحدث عن مجموعة من المتطلبات وضعتها الإدارة الأمريكية فيما يخص اليمنيين ودخولهم إلى الولايات المتحدة، قلت أنكم التزمتم وأوفيتم في بعض هذه المتطلبات، ما الذي تبقى من هذه المتطلبات؟ هل يمكن أن تضع الرأي العام أمامها؟ هي يعني هناك تفاصيل متعلقة بالقدرة والسيطرة الكاملة على الجوازات، على هويات الشخصية التي تثبت هوية الشخص، لها علاقة بقضية التعاون مع الانتربول، و هناك قضايا متعلقة بهذا الجانب تحديدا. طيب الآن وفق النظام الأمريكي تم الطعن في هذا القرار، لكن المتحدثة باسم البيت الأبيض قالت وأشارت وأكدت ربما أنهم سيلجؤون إلى الاستئناف من قبل مؤسسة الرئاسة. إمكانية العودة مرة أخرى لمنع رعاية هذه الدول، هل نتوقع قريبا؟ كيف تتوقع أن تسير الأمور؟ والله أنا أعتقد أنه نحن نحترم النظام الأمريكي والقانون الأمريكي في هذا الشأن، هناك دولة قانون، وأنا أعتقد أنه بمجرد ما القاضي الفيدرالي أصفق فقرات من هذا القانون تم العمل بهذا القرار مباشرة، ما أتوقع أن الإدارة ستستأنف في المحكمة العليا لكل حادث حديث. أشكرك جزيلا دكتور أحمد عوض بن مبارك سفيرنا في واشنطن، شكرا جزيلا لك على تفاعلك ومشاركتك معنا في هذه الحلقة التي نخصصها لهذا الموضوع. أعود للأستاذة فاطمة واصل. أستاذة، استمعت إلى حديث السفير، كيف تتابعون الخطوات التي يقومون بها في سفارتنا في واشنطن؟ هل هي كافية وما المطلوب منهم؟ وأيضا هل الضغط الإعلامي والمظاهرات لأي حد هي قادرة على رفع اسم اليمن من هذه القائمة؟ طبعا دور السياسة دور دبلوماسي سياسي، أما دور الشارع والجماهير فهي مطالب شعبية تدافع عنها المؤسسات الحقوقية، هذا هو الفرق بين العملين. يعني نحن نعمل مع المؤسسات الحقوقية لكل هذه الدول من بينها اليمن وسوريا وغيرها. طبعا بالنسبة لمظاهرة الأمس كان كان احتشاد كبير جدا، الاحتشاد كان كبير جدا من قبل اليمنيين، مطالبة طبعا برفع اليمن من تلك القائمة، لأنه بصراحة بالنظر إلى تفاصيل هذا القرار دبلوماسيا لا تتفق، لأنه إذا تم إضافة كوريا الشمالية وإضافة فنزويلا إلى القائمة فالعلاقات الأمريكية مع هذه الدول أساسا غير ثابتة، بينما بقية تلك الدول فهناك تعاون أمريكي تاريخي معروف جدا برغم من انهيار بعض تلك الدول بسبب الحروب وما يجري. طبعا الضغط الجماهيري يكون بتفاعل تلك المؤسسات الحقوقية والإعلام والاحتشاد الجماهيري والمطالبة بإسقاط مثل هذه القرارات. وكما نوهت مسبقا دور السفارة اليمنية دبلوماسي يخضع لعلاقات دبلوماسية وأساليب دبلوماسية بين البلدين. السفير، وضعنا أمام المتطلبات التي وضعتها الإدارة الأمريكية لرفع اليمن من هذه القائمة، وهي أسباب يعني أكيد أنهم وضحوا هذه الأسباب، كيف يمكن التغلب وتوفير هذه الأسباب في ظل استمرار حالة الحرب وربما حالة يعني عدم ما يخص إصدار الجوازات والوثائق؟ هناك تعدد للمناطق سواء في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا والانقلابين أو المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، كيف يمكن تجاوز هذه الإشكاليات؟ والله بالنسبة لموضوع الهجرة كهجرة فهذا يخص الناس اللي لهم علاقات في مكاتب الهجرة، أما بالنسبة للإبتعاث الدراسي أو غيره أعتقد أنه معقل أساسا لأنه ما فيش معاملات من الأساس. يعني حتى وزارة الخارجية عندما أعلنت باستئناف استصدار الفيزا فهي للناس اللي أساسا كان عندها معاملات واللي موجودة خارج اليمن أو التي في اليمن ويتوجب عليها أنه تترك اليمن لكي تكمل معاملتها للهجرة إلى أمريكا.
فالموضوع بالضبط يخص فئة معينة من الناس. وبالنسبة أنه حتى استصدار الفيزا هذا برضو هيمشي بالدور، يعني توقفها كان بالدور، يعني اللي مقدم قبل سنة مش زي اللي مقدم قبل 3 سنين، فكل سيأخذ وقته وتوقيته. وطبعا هذه إجراءات أصلا زي ما يقال بالقانون الأمريكي البيتنج سيستم، هو نظام التدقيق وغيره، سيتم زي ما هو تماما. هو كل الفكرة كانت أنه استبعاد اليمن تماما من الدخول. الآن إحنا الآن تم استئناف هذه، ولكن استئناف استصدار هذه الفيزا لكن لا يعني أن اليمنيين لن يتعرضوا إلى معاملات تدقيق وفحص وباك جراوند تشيك وكل هذه الأمور. أشكرك جزيلا أستاذة فاطمة واصل، ناشطة حقوقية، كنت معنا من واشنطن. وأيضا من واشنطن معنا صلاح العودي، عضو الجالية اليمنية في كاليفورنيا. أهلا بك أستاذ صلاح. أهلا وسهلا بالأستاذ سامي السامحي، يا مرحبا. أهلا أستاذ صلاح، فيما يخص تطورات القضية كيف تتابعونها وأنتم مشاركون ضمن المظاهرة الآن، ما هي المخاوف وإلى أي حد هناك تفاؤل برفع اليمن من هذه القائمة؟ والله يا عزيزي شوف، الآن قبل بضع ساعات الرئيس ترامب يعقد اجتماع من ولاية تينيسي ويبدي غضبه، وأنه يعد بما وعد بانتخاباته بتمشية وتفعيل هذا القرار. ونحن بصراحة لا نريد كثر الكلام، نريد ونطالب السفارة اليمنية ونطالب السفير ونطالب وزارة الخارجية بالتدخل بالعمل وفعل وعقد اجتماعات ناجحة لاستبعاد اليمن، يعني استبعاد اليمن فعليا من هذا الحظر. لماذا؟ بكون اليمن أنها حليف مع الولايات المتحدة الأمريكية لمحاربة الإرهاب. طيب، كان السفير معنا قبل قليل عبر الهاتف أيضا من واشنطن. أنا سمعته. سمعت كلام السفير، تحدث عن متطلبات هي مطلوبة اليوم توفيرها لرفع اليمن من القائمة. ماذا يمكن أيضا للسفارة والحكومة فعله إلى جانب الخطوات والجهود التي قامت بها بناء على ما تحدث به السفير؟ على ما ذكرت لك، هو القرار سياسي ليس اقتصادي. بما أنه قرار سياسي لابد من تحرك دبلوماسي، وكما شاهدتم الاجتماع والخروج في من واشنطن، يعني آلاف اليمنيين حضروا لرفضهم هذه القرارات. وكما قال السفير أنه يحترم القانون الأمريكي، فهذا القرارات ضد القانون الأمريكي، فواجب السفارة ووزارة الخارجية أن تعمل جادا لاستبعاد اليمن تماما من هذا الحظر، كما استبعدت السودان والعراق من هذا القرار. طيب، ما الذي حدث في حالة السودان والعراق؟ هل تم الإيفاء بالمتطلبات التي كانت مطلوبة منهم؟ ما الذي حدث؟ هو عبارة عن عمل، إجراء عمل واتفاق بين الدولتين فقط. هو لا يوجد بالتاريخ كلها اليمنيين لم يثبت أن يمني قتل أمريكي سواء في اليمن أو في أمريكا. هو ينقصنا تحرك حكومي دبلوماسي لهذه القضية. نحن مستعدون أن نخرج وأن نتظاهر، ولكن لابد من تحرك دبلوماسي. تمام، شكرا جزيلا لك الأخ صلاح العودي، عضو الجالية اليمنية في كاليفورنيا، كنت معنا من واشنطن. لدينا اتصال أيضا، أو قبل التواصل معكم من خلال اتصالات، يمكن أن نذهب الآن لمشاهدة بعض الآراء التي وصلتنا من بعض المظاهرة المشاركين في المظاهرة التي كانت أمام البيت الأبيض في واشنطن، وكانت هي ضد قرار ترامب بمنع دخول رعاية 7 دول للولايات المتحدة من بينهم اليمن. نتابع. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى اليمنيون اليوم من جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية إلى هذه الساحة خارج مبنى البيت الأبيض للتظاهر ضد قرارات الرئيس ترامب الظالمة بحق بعض الدول الإسلامية لمنعهم من الدخول للولايات المتحدة. أتوا لكي يمارسوا حقهم الذي كفله لهم الدستور الأمريكي، وذلك للاحتجاج على هذه القرارات الظالمة. نحن هنا اليوم للاعتراض على قرارات ترامب العنصرية والتي تتفق مع مبادئ التي قامت عليها أمريكا، مبادئ العدالة والمساواة. هذه القرارات لقت معارضة كبيرة من الأمريكان ذاتهم. البارحة فقط قاضي فيدرالي حكم لصالح المدعين على إدارة ترامب، كون هذه القضايا كما قلنا أنها لا تتفق المبادئ الأمريكية. لذلك نحن اليوم هنا من مختلف المنظمات
المنظمات سواء العربية والأمريكية لنرفع صوتنا. وهذه كان البارحة المحفز القوي كون أنه بدأت المحاكم تمحو باتجاه الاعتراض على هذه القرارات واتخاذ مواقف صارمة. أتينا اليوم من أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية من كل الولايات للتظاهر ضد القرار المجحف بحق الجالية اليمنية هنا في أمريكا. وكما تشوفوا الناس اليمنيين بالذات مليانين هنا الحمد لله، وإن شاء الله الآن لحد الآن 2 قضاة فيدراليين أسقط الحكم حتى قبل أن يبدأ. إحنا اليوم هنا متجمعين كيمنيين أمريكيين ضد قرار ترامب الأخير بحظر دخول عدد من الناس للدخول إلى أمريكا منها اليمن وسوريا وعدد آخر من الدول، فقط نريد الطعن في القرار حتى بعد إصدار قرارات أخرى ضد القرار نفسه. لازلنا هنا ندعم حظر قرار الحظر الذي. إذن تابعنا هذه الآراء من واشنطن من الساحة أمام البيت الأبيض، كانت لليمنيين ضمن وقفة احتجاجية كانت هناك ضمن الخطوات المعمولة لرفض قرار حظر دخول اليمنيين للولايات المتحدة. لدينا اتصال الآن ينضم إلينا الناشط جلال الصلاحي من واشنطن. أهلا بك أستاذ جلال. أهلا أستاذ سامي، مرحبا بك، مرحبا بمتابعيك. شكرا لك أستاذ جلال. إذن الآن قرار الحظر فقط هو تجميد للقرار، لكن ما زالت هناك ربما خطوات ويمكن اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا. ماذا بعد قرار الحظر وإمكانية العمل به مرة أخرى؟ بالنسبة لترامب هذه المرة الثانية، والقاضي الفيدرالي تقريبا السابع، هنالك 9 قضاة فيدراليين في الولايات المتحدة الأمريكية، قاضي هونولولو عاصمة هاواي استطاع للمرة الثانية أن يوقف قرار الحظر. بإمكان دونالد ترامب أنه يستأنف ثاني مرة وصولا إلى السبريم كورت، إلى المحكمة الدستورية العليا. ومسألة نجاحه أنا أعتقد أنها أضعف من المراحل السابقة، لكن هذا يعد انتصار. كلما كان خروج الجاليات العربية والإسلامية المحظورة بهذا الشكل الكبير الذي رأيناه أمس وفي المرة السابقة، كلما كانت فرصة للنجاح والانتصار على هذا القرار العنصري كانت كبيرة. لماذا فرصه قليلة ترى أستاذ جلال؟ من الملاحظ أنه دونالد ترامب يقع في عدة مأزق في أكثر من فترات، كلما وقع في مأزق يعود إلى قرار الحظر كلفت الرأي العام حول قضايا أخرى. دونالد ترامب يتعرض لحملة شرسة في قناة CNN وفي معظم القنوات الفضائية الأمريكية نتيجة الخروقات التي يرتكبها والحماقات التي يمارسها كرئيس دولة الولايات المتحدة الأمريكية. فبالتالي هنالك أكثر من منظمة أمريكية ومنظمات حقوقية ومنظمات إنسانية ومنظمات أيضا اجتماعية وقفت مع الدول السبع الذي تم حظرها. طيب. فرص النجاح تكاد تكون أقل في حالة واحدة، إذا تعاونت الحكومة اليمنية مع الطلبات التي تقدمت فيها USCIS مصلحة الهجرة الأمريكية. كما شاهدنا السودان استطاعت أن تخرج من هذا المأزق. كان لو لاحظتم البارحة أن التقينا بالسفير اليمني أحمد عوض مبارك في واشنطن وطرحنا له بعض التساؤلات، وعدونا أنه ممكن نوفر قدر كبير من المعلومات التي تطلبها الولايات المتحدة الأمريكية من أجل إزالة هذا الحظر، منها سلامة الجوازات، صحة الداتابيس المعروضة في لدى وزارة الداخلية وزارة الخارجية. ففرصة نجاحنا أكبر لأن حجم الضغط أكبر، فرصة نجاحنا أكبر في حالة تعاونت الحكومة اليمنية مع الجالية اليمنية الأمريكية في الولايات المتحدة الأمريكية. طيب أستاذ جلال ابقى معي، أشرك معنا أيضا رئيس الجالية اليمنية في نيويورك فتح علايا. أهلا بك أستاذ فتح. أهلا فيك، كيف حالك؟ الحمد لله أستاذ فتح. بالنظر إلى التطورات الأخيرة الآن في هذا الموضوع، إمكانية الآن ترامب، ما الذي يمكن فعله في هذا الملف؟ ما الذي تتوقعونه من ترامب؟ نتمنى أن يعدل عن قراراته الأخيرة والقرار المجحف بحق الدول الستة الإسلامية، منعهم من السفر للولايات المتحدة الأمريكية. طيب
الآن هناك حديث ربما عن وصول القضية إلى المحكمة الدستورية العليا، ما الذي يعني هذا؟ يعني هذا انتصار للعدالة الأمريكية إن شاء الله، سنفوز عليه مرة أخرى إن أراد أن يستأنف. طيب بالنسبة للمطلوب الآن والمتاح والممكن لدى الحكومة والسفارة اليمنية فعله للمشاركة في حل هذه الأزمة؟ السفارة اليمنية أمس كنا في اجتماع مع السفير اليمني في واشنطن، هم لديهم برامج يعني بما يستطيعوا أن يقوموا به مع الخارجية الأمريكية، ولكن في مثل هذه الأعمال هو من يعني من مسؤولية منظمات المجتمع المدني أو الجالية اليمنية الأمريكية التي هي تعيش في الولايات المتحدة الأمريكية، ليس من اختصاص السفارة. طيب أنتم الآن ضمن هذه المنظمات، تعتبروا في الجالية اليمنية يعني ضمن هذه المنظمات؟ الجوازات أو بما يمنع من بعض يعني التعامل بين الجانبين. طيب أنتم في الجالية اليمنية هل تصنفوا ضمن هذه المنظمات المجتمع المدني داخل الولايات المتحدة؟ نعم طيب أكيد. إلى أي حد ما تقومون به من نشاط هو مؤثر؟ وشاركنا أمس بقوة، تقريبا 80% من المظاهرين كانوا يمنيين، ومن بين من هؤلاء اليمنيين تقريبا 70% من ولاية نيويورك كان المشاركين الكثير في هذه المظاهرة. طيب شكرا جزيلا لك فتح علي رئيس الجالية اليمنية في نيويورك. أعود للأستاذ جلال الصلاحي. أستاذ جلال، الآن هناك عدة مسارات يتم السير من خلالها لإنهاء هذه المشكلة، دور السفارة اليمنية وهذه المظاهرات أيضا، ما هي الأداة المؤثرة والأهم الآن والتي يمكن الاعتماد عليها؟ أنا أعتقد أن الكرة الآن في ملعب الحكومة اليمنية، هنالك حكومة الانقلاب أو حكومة الأمر الواقع أصدرت ما يقارب 30,000 جواز خلال الفترة السابقة، أثارت هذه مشكلة لدى السلطات الأمريكية، هنالك جنسيات غير يمنية تحمل أصدرت لها جوازات يمنية، هنالك إيرانيين، هنالك لبنانيين، هنالك كثير من المرتزقة خلال الفترة السابقة تم إصدار جوازات يمنية لهم. المعضلة تقع هنا أنه الحكومة الشرعية مصدر أو مركزها يقع في الجوازات او النظام الآلي يقع في جدة، ليس لديها الداتا بيس او المعلومات الكافية لإيصالها للولايات المتحدة الأمريكية انه هؤلاء حقيقة يمنيون، هؤلاء غير يمنيون، هؤلاء يعني الأمر بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية هو مسألة أمن قومي. السفارة اليمنية في واشنطن وعدونا لأكثر من مرة انهم سيعملوا على موافاة الولايات المتحدة الأمريكية كحكومة بكل ما يلزم، لكن هناك أمر آخر، يعني أنا عبر قناة بلقيس وعبر مشاهديكم أحب أن أوصل رسالة للحكومة اليمنية، هنالك تقاعس من جانب وزارة الداخلية في الانتظام في التواصل مع الجهات المعنية في الولايات المتحدة الأمريكية، إذا استطاعت وزارة الداخلية أن تعمل على سرعة موافاة وزارة الخارجية الأمريكية بما يعني يزيل مخاوفها وقلقها سننتصر بسهولة، لأنه البلد هذا بلد قانون، وترامب أو غيره يعني يقع تحت طائلة النظام والقانون. كما أحب أن أذكر أنه يوم الاثنين الماضي رفعنا دعوة عبر منظمة أمريكية أخرى، وأنا كنت أحد الأشخاص الذين قدموا معلوماتهم وأسمائهم بطلب استخدام ولدي في تركيا، عندي طفلان في تركيا، وكنت أحد المسجلين في الدعوة، وقدرنا استطعنا ننتصر على رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. بلد هذا بلد قانون، إذا تكاتف اليمنيون كمهاجرين وكحكومة نستطيع أن ننتصر بسهولة. أشكرك جزيلا أستاذ جلال الصلاح الناشط، كنت معنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك. هذه الحلقة مستمرة من برنامج المنصة، نذهب إلى فاصل ومن ثم نعود لاستكمال ما تبقى فيها. حين تتجه بناظريك إلى ما هو حولك تكتشف جمال كل شيء، تتعرف من خلال ما شاهدت قانونا واحدا من القوانين المعرفية،
تعرف كيف امتزجت هذه الحياة بألوان البشر المختلفة. ستعلم عندها أن الأقرب منك أن وضعنا العالم بين يديك. نفرد مساحة لتغريداتكم ومنشوراتكم على كافة مواقع التواصل الاجتماعي. نجمع أبرز ما تناقلته تلك المواقع ونقدمها لكم. كيبورد، صدى أصواتكم وأفكاركم، فكونوا على الموعد. من جديد أهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج المنصة. أيضا ينضم إلينا عبر الهاتف من الولايات المتحدة الأمريكية الناشط الحقوقي محمد المسمري. أهلا بك أستاذ محمد. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام. الآن أنتم في هذه القضية لكم مع قرار الحظر، في أي مرحلة أنتم؟ إلى أي حد متفائلين برفع اليمن من هذه القائمة؟ أولا نشكر قناة بلجيكا على الاستضافة، ثم أشكر الأخوة والأخوات اليمنيين الذين حضروا معنا أمس إلى واشنطن أمام البيت الأبيض. بالنسبة للتفاؤل، التفاؤل كبير، يعني على حجم يعني المظاهر التي خرجت، وعلى حجم التفاعل من قبل الأخوة الناشطين والحقوقيين والجمعيات والمنظمات الحقوقية والإنسانية اليمنية والإسلامية وغير الإسلامية، هناك تفاؤل كبير. وبعد الحضور الذي حضروا أمس يعني في واشنطن تفاءلنا أكثر. وقبل المظاهرة بيوم أصدر حاكم هواي توقيف القرار بتاع تعليق القرار مؤقتاً، ونحن نأمل أن يتوقف القرار نهائيا، يعني وسنعمل إن شاء الله جاهدين وسنخرج وسنتظاهر وسنبذل ما في بوسعنا إن شاء الله حتى يتم إيقاف القرار نهائيا. طيب الآن ما هي الخطوة المتوقعة سواء من قبل إدارة ترامب بعد قرار تجميد الحاصل بناء على قرار قاضي محكمة هاواي؟ نحن نتمنى أن يتم إلقاء القرار نهائيا. وإذا ضمت الحكومة اليمنية حكومة الشرعية يدها يعني مع أيدي المنظمات والحقوقيين والناشطين في الولايات المتحدة الأمريكية، فهو عملوا جاهدين ولبوا طلبات يعني إدارة ترامب، فسيتم إلقاء القرار، يعني إلقاء القرار. لأنه صراحة يعني موقف الحكومة يعني مؤسف للأمانة، يعني والخارجية اليمنية لم يتم يعني تنفيذ جميع الطلبات التي قدمت من قبل إدارة ترامب. يعني ولهذا نتمنى من الحكومة الشرعية ونتمنى من السفير أحمد بن عوض، نحن اجتمعنا معه أمس وأخبرنا أنه يعمل جاهدا، ولكن نريد عمل أكثر يعني حتى يتم يعني إيصال صوتنا وإيصال يعني وتنفيذ جميع طلبات إدارة ترامب لإيقاف القرار. هذا ما نرجوه. تمام، شكرا جزيلا لك استاذ محمد المسمري الناشط الحقوقي، كنت معنا من الولايات المتحده الامريكيه. وصلتنا ايضا بعض المشاركات من خلال الفيسبوك كتعليق على حول هذا الموضوع، اقرا بعضا منها. الاخ رائد يقول: قاضي فيدرالي في هاواي يوقف العمل بقرار الرئيس الجديد قبل يوم من تنفيذه ولا يتوافق. تمام، مشاركه اخرى، هو خبر عاجل كان قديم هذا البوست. بوست اخر، الأخ محمد يقول: نبارك لإخواننا اليمنيين هذا القرار الذي يعتبر نضال من أجل الحرية، ويجب أن نتعلم منهم كيف يجب أن نحصل على حقوقنا وحرياتنا. تعليق آخر، الأخ عبد الله يقول: لا يوجد حل لمشكلة حظر اليمنيين سوى تواصل حكومي مع السلطات الأمريكية. قرار الحظر جاء على صيغة اتهام بفشل تلك الدول بالالتزام بمعايير الهجرة، وكما جاء بخصوص اليمن عدم التزام اليمن بمعايير إدارة الهوية. هذا اتهام واضح لا يحل عبر القضاء ومنظمات حقوقية، لكن من خلال تواصل حكومي وتقديم ضمانات بالالتزام بكافة الشروط والمعايير المطلوبة. لذلك لا يمكن إيجاد حل إلا عبر الحكومة اليمنية. الأخ هيثم يقول: أكيد تهدئة الوضع وإصدار قرارات جديدة في الأيام القادمة، ويغير نقاط بسيطة مثل ما غير نقاط وأضاف فنزويلا وتشاد وكوريا الشمالية، يتحدث عن ترامب أعتقد. مشاركة أخرى، الأخ وليد يقول: كما تشاهدون خرج اليمنيون ضد هذا القرار الظالم والذي يعارض الدستور الأمريكي، وهو قرار تعسفي عرقي لا توجد له أي صلة أو علاقة بالأمن القومي. الأخ نبيل يقول: باستطاعة القضاء هناك أن يرفض القرار، ومن حق استدعاء ترامب، فالقضاء هناك مستقل بالفعل وليس شعارات كما عندنا في دول العالم الثالث. مشاركة أخرى، الأخ ناجي يقول:
الطعن ضد قرارات حظر السفر تتكلل بالنجاح، وهذا لا يعني أن حظر السفر على بعض الدول ومنها اليمن أسقط. قرار الحظر تم تعليق العمل به مؤقتا إلى حين اتخاذ المحكمة الدستورية العليا قرار بهذا الخصوص. كانت هذه مشاركة أخيرة. وينضم إلينا أيضا من الولايات المتحدة الأخ وليد عبيد ناشط. أهلا بك أخ وليد، وأنت مشارك أيضا ضمن المظاهرات الاحتجاجية في واشنطن الآن. كيف تنظر لتحركات وجهود الحكومة في هذا الملف؟ أهلا بك يا أخ سامي. حقيقة من خلال ما وجدناه من مظاهرات من آلاف اليمنيين اللي تظاهرون البارحة ومن قبل في نيويورك وميتشيغان وغيرها، أجد أرى أن الأمور تسير في الطريق الصحيح إن شاء الله، ونحن لدينا أمل ولم نيأس إن شاء الله، لأننا لدينا مطالب تخص الجميع، تخص من لديهم معاملات ولديهم أسر، يعني تعرفون هذا الشيء لا يخفى على أحد. طيب، لدينا مشاكل. لكن القصة أيضا كما يقول البعض أن الولايات المتحدة هي بلد قانون، الموضوع لا علاقة له بالحشد وعدد الناس الذين يتظاهرون. هناك متطلبات وضعتها الإدارة الأمريكية على الحكومة اليمنية لابد من توفيرها، في حال توفيرها سيتم رفع اليمن من هذه القائمة. كيف تنظر إلى إمكانية الإيفاء بهذه المتطلبات في ظل الوضع الحالي واستمرار الحرب؟ نعم، فعلا اليمن الذي طبعا تعرف أن اليمن تمر بمراحل صعبة وحرجة، وفعلا لازم توافي بكل متطلبات التي تريدها الولايات المتحدة، وهذه القرارات قد تصعب منا كيمنيين الدخول أو إصدار أي معاملات لدينا متأخرة أو كذلك. فعلا على اليمن أن توفي بهذه العهود، وفعلا أخواننا في السفارة يعني يحاولون جاهدين، ورغم أن الظروف صعبة عليهم، لكن هذا ما لدينا وهذا ما نتوقعه، وأتمنى أن يستمروا في المطالبة والاجتماعات، وأعضاء الجاليات والأخوة الناشطون أتمنى منهم كذلك أن يستمروا في الضغط على صناع القرار بأن يرفعوا الحظر على اليمنيين أو إيفاء العهود التي تطلب من اليمن. طيب أخ وليد، الآن الخطوة التالية أو القادمة، ما الذي تتوقعونه من إدارة ترامب؟ أكيد يعني هو سيستمر بإصدار قرارات وستواجه كما وجهت الثلاث القرارات الأخيرة، يعني وآخرها قرار 302 اللي قبل يومين، يعني أكيد سيستمر بإصدار قرارات، وهذا ما تعهد به أمام ناخبيه، وسيجد من يوقف ضده، يعني لا جديد في الأمر، يعني هو سيستمر كذلك يعني. طيب، هي الآن الموضوع هو الآن بين إدارة ترامب وقاضي محكمة هاواي، يعني هذه الجولات من فرض قرارات إصدار قرارات ومن ثم تجميدها، هل هي فقط بين المحكمة هاواي أم كل فترة ربما تتدخل محكمة أخرى وتتسع دائرة الرفض لقرارات ترامب من قبل القضاء الأمريكيين؟ أساساً القرار من أساسه هو يعني قرار ظالم، وللعلم يعني الأمريكيين أنفسهم يعني يوقفوا ضد هذه القرارات. أعتقد وقد أكون صائب أو خاطئ بأن قاضي في ولاية ميرلاند أصدر كذلك أوقف أجزاء كثيرة من القرار، أجزاء كثيرة الذي أعتقد أنها تعسفية وظالمة ضد الشعوب محددة، ولم يتوقف عند ذلك، طالما وأن يعني في كثيرين من الناس الناشطين الذين يوقفون ضد هذا، أكيد ستقوم ولايات أخرى ستتخذ نفس القرار الذي اتخذته ولاية هاواي أو ولاية ميرلاند. طيب أخ وليد، لماذا تنظروا لهذه القرارات أنها ظالمة؟ هي من حق الولايات المتحدة الأمريكية وضع قوانين خاصة بها لتحديد دخول الرعاية إليها، حدث ذلك مع العراق والسودان، أوفت والتزمت بما هو متطلب من قبلها ومن ثم رفعت من الحظر. عندما نقول ظالمة أو عندما نتهم بلد أو نقول أنها راعية للإرهاب أو أنها تصدر الإرهاب، تقريبا اليمن أو اليمنيين بشكل عام في أمريكا، أنا لا يذكر أن أحد منهم
لديه جريمة عظمى حدثت له في الولايات المتحدة أو من حيث الإرهاب وغير ذلك. تعلمون من كان وراء سبتمبر 11، تعلمون كذلك من أين أتوا. باعتقادي الشخصي لا يوجد أي يمني يعني أعمل جريمة عظمى كي يتهم اليمن، وأنا أعتقد باعتقادي أنها قرارات ظالمة ضد يعني بلد بحد ذاته معين. صحيح هناك مشاكل تحدث في هذا البلد أو ذاك، بس لا يعني أنك تحرم أب من ابنه أو زوج من زوجه أو كذا أو ما شابه ذلك. في طرق أخرى قد يعني تتخذ لمراعاة مثل هذه الظروف. لا تمنع شعب يعني فعلا ظالمة بنظري الشخصي يعني. شكرا جزيلا لك أخ وليد، وأيضا الشكر لكل من شارك معنا في هذه الحلقة. انتهت في ختامها تحية طاقم البرنامج ومنتج البرنامج الزميل عمر النحمي. في أمان الله.